راح نروح على النقاط على الحروف، ورجعنا إلى مقولة كلاوزبس: تحسم الحرب عندما تطأ أقدام الجنود الأرض. كانت المنطقة كلها وشعوبها وحركات المقاومة فيها تحتاج إلى هذه المنازلة التي جرت فجر أمس بين وحدات من المقاومة في جنوب لبنان وجيش الاحتلال على الحافة الأمامية للجبهة. بعد سلسلة الضربات المتلاحقة التي أصابت جسم المقاومة وبنيتها وبيئتها وقادتها، وصولا إلى اغتيال قائدها الأعلى ورمزها السيد حسن نصر الله، ليش كنا بحاجة لمعرفة حدود الصدق في الرواية الإسرائيلية عن انهيار المقاومة، ومقابلها الرواية التي قدمتها المقاومة بلسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن سلامة البنية القتالية للمقاومة وعن روحها المعنوية ومنظومة القيادة والسيطرة لديها؟ اختار جيش الاحتلال للمنازلة الأولى أفضل وحداته، وحدة إيجوز، لأن المهمة استطلاعية كما يقول، ليست استطلاعية كما يقول بعض المحللين العسكريين السطحيين جنرالات اسم الله، بل لأن الوحدة التي يشكل الاستطلاع إحدى مهامها. هذا بيقرأ أول سطر بتفوت على تعريف وحدة إيجوز، أول سطر أنه مهمتها استطلاع، أكمل طيب، يعني ليش كسلان هلاد؟ التي يشكل الاستطلاع إحدى مهامها هي في الأصل وفي الجوهر وحدة المهمات الخاصة في لواء جولاني، أحد أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال، وقد ورد في تعريفها أنها وحدة إيجوز أو النواة، وحدة استطلاع، هني أروا هالكلمة، استخبارية خاصة من الوحدات الخاصة التابعة للواء جولاني، وهي وحدة المشاة المتخصصة في حرب العصابات. شو هي؟ وحدة المشاة المتخصصة في حرب العصابات وحرب العصابات المناهضة، وهي جزء من القيادة الشمالية للواء جولاني، وهي اختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى، اللي هن توصيف حزب الله. انه شو هو توصيف حزب الله؟ حرب صغرى وحرب عصابات. حرب صغرى يعني مش جيش نظامي عنده طيران وعنده دبابات، بيعمل حرب صغرى وحرب عصابات، فهي اختصار لمكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى. وحدة إيجوز هي مكافئ حزب الله في بنية الجيش الإسرائيلي من خلال كونها كتيبة مميزة، يعني أربع سرايا في لواء جولاني، فأناطوا بها المهمة لهذا السبب. في تاريخ الحرب بين المقاومة وجيش الاحتلال دائما كانت إيجوز شريكا رئيسيا في المنازلات الكبرى، فكلما كان يريد جيش الاحتلال الاطمئنان أنه أرسل أفضل وحداته المتخصصة بحرب العصابات والحرب الصغرى كان يرسل إيجوز. ولعل العودة إلى يوميات حرب تموز 2006 عندما أيقن جيش الاحتلال بحتمية الذهاب إلى الحرب البرية تكشف لنا أنه فعل الشيء نفسه، فكلف وحدة إيجوز وين؟ بمهمات القتال على أبواب بنت جبيل ومارون الراس والعديسي، ومثل ما حدد الجبهة ذاتها هذه المرة واختار القوة ذاتها أيضا حصد النتيجة ذاتها في النهاية. هذه المرة كان عديد المقاومة أضعاف ما كان عليه في حرب تموز، ولقيته على الحافة ما نطرته يفوت، وكانت أسلحتها وتكتيكاتها أكثر تطورا وكفاءة ومدى، لكن معنوياتها أيضا كانت مثل معنويات المقاومين الذين قاتلوا يومها، مضافة إليها الرغبة الجامحة بالانتقام لدماء سيد المقاومة الشهيد. ويشكل مجرد اختيار خط الجبهة من مارون الراس إلى عديسة وتكليف إيجوز بالمهمة إشارة كافية للمقاومة عن حجم الخوف والرعب والذعر داخل كيان داخل قيادة جيش الاحتلال والقيادة السياسية. ليش؟ لأن الجبهة مين منقيها مش على اعتبارات تكتيكية، منقيها على اعتبار أنه هاي الجبهة إذا زمطت فيها بوصل على الخردلي، يعني أقرب مسافة 2-3 كيلومتر بصير على الليطاني وقول وصلنا على الليطاني، وبالتالي هاي الخلفية لهالسبب نقى الجبهة. ولما بتنقي أفضل ما عندك لتبعته على مهمة فأنت هالقد خيفان وهالقد مرعوب مما ينتظرك. قيادة المقاومة التي كانت تضع في حسابها هذا الاحتمال مع بدء الحديث عن عملية برية
وقناعتها باستحالة الاكتفاء بالضربات الجوية، بينما صواريخ المقاومة تتساقط على المستوطنات وعلى مواقع جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، استعدت للمنازلة، لكنها لم تكن بحاجة لاستدعاء قوات الرضوان، وهي تعلم أن الحشد الموجود في شمال فلسطين يضم 6 فرق هي أهم في جيش الاحتلال، تتقدمها على الحافة الأمامية 6 ألوية هي الأهم بين الفرق المحتشدة، وبينها لواء جولاني ولواء مظليين واللواء 7 مدرعات. هذا يعني حشد 70 ألف ضابط وجندي، منهم 15 ألفا على الخط الأمامي، وتكليف وحدة من 600 ضابط وجندي بإحداث الاختراق الأول، سقط منهم قرابة 100 بين قتيل وجريح. هذا يؤكد أننا أمام مهمة حرب لا استطلاع، وبعد هذا الارتطام الأول ترتسم صورة المواجهات المقبلة، وقيادة كيان الاحتلال وجيش الاحتلال لا تستطيع التراجع عن الحرب البرية، لكن في المرات المقبلة سوف يأتي ضباط وجنود جيش الاحتلال وهم مصابون بمتلازمة 2006 التي كانوا يأملون بأن الجيش تعافى منها، وثبت أنها لا تزال هي القدر الذي ينتظر هذا الجيش في كل مواجهة مع المقاومة، بينما سوف يظهر المقاومون بأسا أشد من بأسهم في حرب 2006 وهم أكثر عددا وعدة ومعنوياتهم مشبوعة بغضب الانتقام. خيار التراجع ليس متاحا أمام جيش الاحتلال، وقدره أن يخوض هذه المواجهة حتى النهاية، والمقاومة جاءتها الفرصة التاريخية الذهبية لإعادة التوازن الذي بدأ أنه يصاب بالاختلال مع الهيمنة الجوية والتكنولوجية لمخابرات الاحتلال وجيشه ومن خلفه الدعم الأمريكي المفتوح. وقد أصيب الطرفان الأمريكي والإسرائيلي بلوثة دونالد رامسفيلد التي أدت إلى ظهور شعوذة الحديث عن حرب بخسائر صفر تحسم من الجو، استنادا إلى درجة التطور التقني للطائرات الحربية الأمريكية في مطلع التسعينات، بما جعل رامسفيلد يقول إنه أنهى زمن مفكر الحرب الأول كارل فون كلاوزفيتس، صاحب مقولة تحسم الحرب عندما تطأ أقدام الجنود الأرض، وأنه سوف يحسم حروبا، رامسفيلد يعني، دون أن تطأ أقدام الجنود الأرض. وأغرت يوغوسلافيا العقل الأمريكي بهذه النظرية، حتى أن جيش الاحتلال اختار دان حلوتس كرئيس للأركان وهو قائد سلاح الجو، وكان ذلك يحدث للمرة الأولى لأنه معتبرين خلص بالجو نحسمها. وأصيبت هذه النظرية بفشل ذريع في حرب تموز 2006، وما أجبر جيش الاحتلال على العملية البرية التي فازت بها المقاومة وحققت عبرها نصرها التاريخي. لكن هذه المرة جاءت الثورة التكنولوجية المعلوماتية لتطبيقات التعقب والذكاء الصناعي والتعامل مع الداتا المكثفة لآلاف الأشخاص خلال ثوان قليلة، لتحل مكان نظرية الحرب الجوية وتصنع وهما بديلا هو الفوز بالحرب عبر قطع الرؤوس والرهان على أن ذلك سيتكفل بتحقيق النصر. لكن ذلك لم يحدث، وكان لا بد من الحرب البرية. ثم جاءت هذه النتيجة الأولى للحرب البرية، وقد رأيناها كافية للقول إن كلاوزفيتس ينتصر مجددا، وإن الحرب تحسم فقط عندما تطأ أقدام الجنود الأرض، وأن هناك مقاومة تعهدت بقطع أقدام الذين يحاولون الدخول إلى أرضها لأنهم يعتبرون أرضهم مقدسة.